بسم الله الرحمن الرحيم، معكم هاني حسين، مدونة هاني حسين دوت كوم. وصلتني كثير من الطلبات عن كيفية تنزيل سكريبت ووردبريس بالعربية. طبعا زي ما بتعرفوا تنزيله باللغة الإنجليزية سهل جدا، يعني مش محتاج حاجة إلا أنه عندك استضافة وتدخل عليها وتعمل انستول، فقط يعني كبسة زر واحدة بكون نازل عندك، بينما بالعربي مش موجودة في مواقع الاستضافات، فبالتالي إلها أسلوب مختلف شوية في تنزيله. فحبيت أعمل هذا الفيديو، إن شاء الله يكون قصير، على أساس تكون الأمور واضحة من أسكم في هذا الموضوع. مثل ما حكينا، لو عندك استضافة فقط ما عليك إلا تدخل على السيبانل، عندك كويك انستول، أو في بعض السيبانل القديمة بسموها الفانتاستيكو ديلوكس. اوكي، لو تضغط على كويك انستول بدخلك على مكان لتنزيل السكريبتات، تضغط على ووردبريس، شايفين العمليه ما اسهلها، تعمل كونتينيو، بتدخل ايميلك، اسم الموقع، اليوزر نيم والباسورد، ستوب. بس هيك على طول بينزل لك اياه بسرعه اقل من 30 ثانيه، وبيعطيك يوزر نيم وباسورد وخلاص صار عندك ووردبريس. بس بيكون سكريبت بالانجلش. فلو عندك انت موقع عربي عامل حاب تعمل بلوج باللغه العربيه، مش هينفع معك ابدا، مش هينفع. فبالتالي لازم تنزل ووردبريس بالعربي. طيب خلينا نرجع ونفرجيكم كيف ننزلها ان شاء الله رب العالمين. في البدايه لازم تروح على موقع، خليني اكتب لكم اياه هون، ar من عربي، اوكي، وورد press.org ar.wordpress.org. بتطلع على صفحة مثل هاي الصفحة بالضبط، بتنزل تحميل ووردبريس بالعربية، حجمه 6 ميجا وشوي. فقط اضغط هون بنزل عندك كامل جدا، ملف مضغوط، ملف زب مضغوط. الآن بعد ما تفك الضغط، هاي هي ملفات الووردبريس اللي بالعربي. الآن اول حاجه بدك تعملها، بدك تدور على ملف اسمه wp-config-sample.php. تمام، ممكن الدوت بي اتش بي عندك مش واضحه، مش مبينه، مش مشكله، المهم انه ملف البي اتش بي، يعني مش ملف ثاني. wp-config-sample، بدك تفتح هذا الملف ب نوت باد او دريم ويفر او نوت باد بلس بلس اللي انا بستخدمه وبنصح الجميع يستخدمه، لانه بيكون الامور فيه مرتبه اكثر. لازم تفتح الملف على السورس تبعه. اوكي، خليني اصغر الصفحه افرجيكم اياها. اوكي، هذا هو السورس، زي ما شايفين مكتوب بالعربي لانه النسخه عربيه، معدله من واحد اسمه رشيد الله يرضى عليه، يعني لولا كانت غلبنا بالهاي. ف الان بدنا نعدل بعض الامور هون حتى يناسب الاستضافه تبعتنا. تمام، اوكي، فتحناها وكله تمام. الان بدنا نروح نعمل داتا بيس. زي ما انتم عارفين سكريبت الووردبريس هو سكريبت جاهز، يعني انت ما بتصمم، انت بتكتب وبتعمل مقاله ولوحدها بتروح. هاي العمليه كلها مبرمجه بشكل اوتوماتيكي تنعمل، فبالتالي محتاج داتا بيس بالتاكيد. تمام، انت مش ضروري تعرف ايش يعني داتا بيس، مش ضروري تعرف ايش عملها ابدا، اعمل مثل ما بحكي لك بس. روح على الاستضافة تبعتك، تمام، روح على قسم الداتا بيسز، اضغط على ماي اس كيو ال داتا بيسز، بتفوت على المكان اللي بدك تعمل فيه قاعدة البيانات. طبعا هون قاعدة البيانات اسميها انا تيست بالعربي الانجليش تيست، بتعمل كرييت، يعني هيك انت قمت بانشاء قاعدة بيانات اسمها كذا 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 تيست، تاخذ كوبي عشان اكيد مش حنتذكره احنا، نعمل بيست. تمام، بعدين بتعمل جو باك. الان عملنا قاعده البيانات، ضروري نعمل المستخدم تبع قاعده البيانات، لانه اذا ما عملنا مستخدم اي واحد من برا بيجي وبفوت عنا وبيعمل بلاوي بصراحه. مستخدم برضو بدي اسميه تيست. الباسورد بعمل باسورد جنريتر عشان تكون قويه، بختار نمبرز ما بدي اياها تكون معقده، 14 كاركتر. اوكي، هاي حلوه. باخذ كوبي
وبضع صح هون انه انا عملت كوبي فانت استخدمها واعمل يوز باسورد. الان طلعت هاي تيست وهي الباسورد، بعمل كرييت يوزر وعلى طول بروح على الصفحة وبعمل ايش؟ بعمل بيست للباسورد تبعتي. طبعا ما تحاولوا تفوتوا، لان انا راح الغي الداتابيس اول ما اخلص الفيديو، اوكي؟ فما تحاولوا تفوتوا وتعملوا هاكر وهيك مش حينفع يعني، تمام؟ اوكي، فهي اليوزر نيم، هي الاسم الداتا، اسم اليوزر واسم الباسورد. ترجع باك، الان عملنا الداتابيس وعملنا اليوزر اللي بيستخدم الداتابيس، بدنا نعمل اشي واحد فقط، انه نحكي له هذا اليوزر مسؤول عن هذه الداتابيس. تيست مسؤول عن تيست، احكي له نعم اد. الان بتضيف اليوزر، تحكي له ايش الصلاحيات، احكي له طبعا كل الصلاحيات واعمل ميك تشينجز. خلاص انتهينا، ضل اشي هاني؟ لا ما ضلش اشي، خلاص بتعمل جو باك وانتهينا من الاستضافة. نعمل هون نروح على الصفحة الرئيسية. طيب الان بعد ما عدلنا بنروح على الملف اللي حكينا عنه، هذا الملف اللي فتحناه في النوت باد، ومنبلش نحط ايش؟ نحط المعلومات، اسم الداتابيس اللي هو نفسه اسم اليوزر عشان هيك ما سجلته، بنحطه وين؟ عند داتابيس نيم، وبنعمل بيست. عند اليوزر نيم برضو نفس الاشي، بنعمل بيست. عند الباسورد، وين الباسورد يهاني؟ هاي الباسورد، نعمل كوبي ومنروح هون نعمل ايش؟ نعمل بيست. اوكي، انا عارف انه هاي ما لها دخل ربح انترنت، بس ضرورية من الاساسيات انه الواحد يعرف كيف ينزل يعمل موقع، يعني يعمل موقع. وافضل مواقع بالنسبة لي انا شايف انها الووردبريس بصراحة. بعد ما حطيت هاي الثلاث اشياء بتنزل تحت في عندك هنا رابط، شايفينه؟ خد هذا الرابط كوبي كاملا، كوبي، وبتروح على المتصفح وبتعمل بيست وانتر. الان بيطلع لك صفحة فيها كود غريب جدا، يعني كلام غريب ما لك دخل فيه، خده كله كوبي وبترجع على الصفحة تبعتك، بتحدد المكتوب ديفاين هون، شايفين؟ بعد كلمة مفاتيح الأمان استخدم الرابط التالي لتوليد المفاتيح، انسى هذا الموضوع. عند الديفاين هون بتأخذ كل الأسطر هاي وبتعمل بيست، آخر شي بتعمل سيف وبتسكر الصفحة. هيك احنا عملنا تحديدات الصفحة كمان. طيب ضل عندنا اشي واحد، هون مكتوب WB config sample يعني مثال، فلازم على طول تيجي هون تعمل rename وتشيل كلمة sample والشحطة اللي جنبها. طبعا لازم يكون الاسم فقط wb-config.php. هيك السكريبت تبعنا جاهز عربيا. الآن بدنا وين نرفعه؟ على الاستضافة. بنفوت على الفايل مانجر. اوكي، هاني وين بدك ترفعه؟ بدي ارفعه على الموقع الرئيسي؟ لا، بدي اعمل فولدر، اسمي الفولدر تيست، لانه هذا فعلا تيست، يعني انا بس بشرح امامكم مش حنزل انا موقع يعني. تيست، دبل كليك، بدي احطه هنا. اذا بعمل ابلود، والان بدي ارفع الموقع. اعتقد انه هاي الامور صارت سهله بالنسبه لكم. اللي بده يستخدم الاف تي بي ماشي يستخدم الاف تي بي، بالعكس احسن بكثير من السيبانل، بس يعني اللي ما بحب الاف تي بي هين بفرجي الطريقه. الان بدل ما ترفعهم ملف ملف، نعمل كنترول A، بنحدد رايت كليك، احكي له بدي اضغط هاي الملفات كومبريست، تمام؟ ايش بدك تسميه؟ هاني، يلا عشان اسمي بس. هسه ملف هاني هو اللي بدي ارفعه، فباخده دراج وبروح على الزر وبعمل دروب. الان بنزل فيه. طبعا بما انه حجمه تقريبا 6 ميجا فهياخذ وقت، خصوصا ان الان في مصر يعني مش في الاردن، فخليني اعمل بوز للفيديو. تمام، مثل ما انتم شايفين انتهينا من عملية الرفع، كله بخير. الان بنسكر هاي الصفحة، نعمل ريلود، تمام، ها هو هاني دوت زب، بنحدده، بنعمل اكستراكت، لانه احنا ما بدنا ملف مضغوط، بدنا اياه يعني ملفاتنا. اوكي، موقعي جوا فولدر اسمه تيست، صح، اكستراكت. الان على طول ثانيتين او ثلاث بحكي لي كله تمام، كلوز، اعمل ريلود مره ثانيه، بيطلع ملفات. طبعا بدنا نمحي الملف المضغوط لانه حياخذ مساحه على الفاضي. تمام،
هيك 100%، هيك 100%. رفعنا الملفات، الآن باقي فقط تنزيل السكريبت، تنزيله. الآن بالنسبة إلي هون بدخل على www.moneygraffiti.com test slash wordpress dash admin slash install.php. طيب خلينا نحكي هون شوي. الآن ال www.kadakada.com هذا اسم موقعك بالاستضافة. التست هاي اسم الفولدر اللي أنا نزلت عليه الووردبريس، اللي أنا رفعت الووردبريس عليه. لو أنت رافع الووردبريس على طول في موقعك انسى التست، خلاص مباشرة بتكون wp-admin كذا كذا كذا. هاي التست أنا ليش حطيتها؟ لأن أصلا أنا بدي الووردبريس ينزل هون، أنا هيك عملت. أنت بالنسبة لك لو واضع الووردبريس في الموقع مباشرة انسى هذا الفولدر. طيب wp-admin هاي فولدر موجود جوا الووردبريس عشان نعمل انستول بس، يعني عشان نيجي الى هذا الملف. اوكي ضروري جدا wp-admin/install.php هذا لازم تكتبه ضروري. اوكي بتاخذ كوبي بتروح على البراوزر وبتعمل بيست وبتعمل انتر. الان اذا الامور كلها تمام باذن الله تعالى راح يحكي لك انه تنصيب الووردبريس الحمد لله رب العالمين، شايفين باللغه العربيه وكله تمام. الآن عنوان الموقع اللي هو حيطلع في التايتل، يعني إيش عنوانه؟ طبعا ممكن تغيره من جوا، لكن يعني مثلا 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 بزنس أونلاين اسم المستخدم هاني. أوكي خلي هاني كلمة المرور، هنحط كلمة مرور شوي صعبة. ضيف بريد الكتروني، حط اي بريد الكتروني مش مشكله. هاني حسين بلوج gmail.com، حط طبعا بريدك الكتروني اكيد، لان الخصوصيه هاي اذا خليت الصح موجوده انت بتسمح لمحركات البحث بفهرسه الموقع. اذا ما بدك بتشيل الصح. طبعا يا هاني ليش في حدا ما بده؟ نعم في ناس ممكن مواقعها تكون مواقع يعني لأعضاء فقط مدفوعين، فهمي يعني شخص معين يدفع لك فبدخل عندك في موقعك، فأنا ما بدي كل الناس يدخلوا، بدي فقط الناس اللي بيدفعوا، فبالتالي يعني بديش المحركات البحث تشوفه، حر أنا. أوكي بتعمل تنصيب. الآن طبعا راح يقوم بعملية تنصيب، تم بنجاح، تمام تمام، اعمل تسجيل دخول للتأكيد. أوكي هاني مش عارف هم كيف حافظين الباسورد. اوكي واعمل تسجيل دخول. الان المفروض ادخل على الداشبورد تبعت ووردبريس وبتكون بالعربيه مثل ما بدنا بالضبط. رائع جدا جدا، شايفين تمام تمام والحمد لله رب العالمين. اوكي هيك بتنزل بالعربيه، باقي تنزل قالب، بيكون قالب طبعا بالعربي من اليمين الى اليسار، رايت تو ليفت ضروري اوكي عشان يتناسب مع السكريبت العربي. وكمل شغلك وان شاء الله خير، واتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو واتمنى انكم تشاركوا. شكرا للجميع.